أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن مملكة البحرين عانت على مدى سنوات طويلة من جرائم النظام القطري، وأشار معاليه في حوار صحفي مع صحيفة الأيام البحرينية إلى أن الأعمال التي قام بها النظام القطري هي أعمال بعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف وغريبة على التقاليد العربية الأصيلة، متسائلا معاليه لمصلحة من كل هذا الدمار الذي حل بالأمة العربية، وإلى متى هذا الصلف والحماقة للنظام القطري، مشيرا معاليه إلى أن الشعب القطري بات الضحية الكبرى للأزمة القطرية نتيجة السياسات والأعمال المشينة التي يتبعها نظام الدوحة والساعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الشأن الإيراني أكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن نظام إيران هو نظام يحلم بإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، وأنه يجب على إيران قراءة التاريخ لتعرف أن هذا الحلم لم يعد له وجود، وتخسأ إيران إن هي اعتقدت أنها ستصل إلى الحرمين الشريفين. وأشار معاليه إلى أن البحرين تدرك تهديدات النظام الإيراني المستمرة ودعمها للأنشطة الإرهابية وتدريبها للإرهابيين عسكريا وتمويلها للجماعات الراديكالية بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، مشددا معاليه على أن البحرين انتصرت وستنتصر بإذن الله تعالى على تلك التنظيمات الطائفية الإرهابية المتطرفة التي يستخدمها النظام الإيراني كأذرع له لتحقيق أجنداته وأهدافه في المنطقة. وفي حوار معاليه مع صحيفة الأيام أشار صاحب المعالي القائد العام إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله وضع اللبنة الأولى لتأسيس قوة دفاع البحرين، وهي المشروع الوطني الأول لتأمين استقرار البلاد، ثم عمل جلالته على إطلاق المشروع الثاني وهو المشروع الوطني الإصلاحي لتأمين الحياة الديمقراطية والحرة والكريمة للمواطنين الكرام. وخلال الحوار أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن البحرين عانت كثيرا ولا تزال من جرائم النظام القطري، مشيرا إلى أن تلك الأعمال المشينة التي يرتكبها نظام الدوحة بعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف وغريبة على التقاليد العربية الأصيلة. We'll be right back.
وفي شأن الإيراني أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن إيران تحلم بإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، ويجب أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف أن هذا الحلم لم يعد له وجود.